السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعونا فيها. المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة يناقش باجتماع عقده نشاطاته المستقبلية، ومصادر تتحدث عن تجديد هيئته الداخلية قريبا. وزيرة التجارة والصناعة والسياحة تستعرض برامج الحكومة الموريتانية في مجال محاربة الفقر بروما. وفي الرياضة تتابعون كأس البرلمان الموريتاني لكرة القدم في السابع من الشهر الجاري حين تتعانق السياسة مع الرياضة. أهلا بكم. قالت مصادر من داخل المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة إن الأخير ناقش باجتماع عقده بنواكشوط بعض القضايا السياسية المتعلقة بنشاطاته المستقبلية، وإنه بصدد تجديد هيئاته الداخلية. وأضافت ذات المصادر أن اللجنة الفنية التي كان المنتدى قد شكلها من قبل أنهت إعداد بعض الوثائق بشأن عمل المنتدى وتشخيص واقعه ومستقبله. يأتي ذلك في ظل تضارب الأنباء بشأن صحة الرئيس الموريتاني وإمكانية عودته قريبا. التفاصيل نتابعها في التقرير التالي. في سياق سياسي يتسم بالجمود، يتحفز أكبر تجمع لأحزاب المعارضة لبدء موسم سياسي جديد من خلال إعادة تجديد الهيئات وتحديث الرؤية السياسية والاستراتيجية. عمل متواصل للهيئات واللجان المختصة وتحضير يركز على اختيار لحظة انطلاق ذات دلالة. وفي السياق السياسي العام تبدو سفينة السياسة راسية وقد جفت لجة إبحارها وسط انتظار لما هو قادم وتجدد للحديث عن مرض الرئيس عبد العزيز ورحلة استشفاء قد تطول في فرنسا. ويوما بعد يوم يتزايد الحديث الإعلامي عن صحة الرئيس وسط صمت مطبق من طرف الحكومة ودهاليز الماكينة الإعلامية والسياسية للنظام. الصمت الحكومي عن رحلة الرئيس الاستشفائية لم يذر فضول المعارضة اتقاء ربما لعثرات القصور المعلوماتي فيما يتعلق بملف حساس، وسعيا لضخ دينامية ذات نفس أطول يتجاوز الرهان على صحة الرئيس التي وإن كانت جوهرية في الدعاية السياسية إلا أنها تبقى خيارا مكررا، ومن المزالق ربط أي حراك سياسي جديد بجزئيات ظرفية سهلة التجاوز. مع توافر معاناة البلاد والعباد من ضعف الأداء فيما يتعلق بملفات الصحة والتعليم والإسكان والبنية التحتية، والتي لا تزال تعاني من مشكلات بنيوية جوهرية. مثلت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة أنها متمكناس موريتانيا بروما في الدورة الوزارية الثالثة للدول الأعضاء في المنظمة الدولية للأغذية والزراعة حول الحكامة وأسواق المنتجات الدولية. وقدمت متمكناس في إطار الكلمة التي ألقتها أمام الدورة الأنشطة والبرامج التي قامت بها موريتانيا من أجل الحد من ظاهرة الفقر المتفشية في البلد. في مثل هذه الأيام من العام الماضي اختفى الصحفي الموريتاني الذي يعمل بقناة سكاي نيوز عربية إسحاق وللمختار في ظروف غامضة بالأراضي السورية، بينما كان ينقل جوانب من استعدادات الساكنة هناك لعيد الأضحى. وقد نظم الصحفيون الموريتانيون وأهالي إسحاق العديد من المسيرات والوقفات التضامنية المطالبة بإطلاق سراحه. نتابع. نتحدث مع فضيلة الشيخ عن الجوانب المتعلقة بإحياء ذكرى عيد الأضحى المبارك. قبل عام من الآن كان الصحفي الموريتاني إسحاق ولد المختار ينقل لقناة سكاي نيوز عربية جوانب من استعدادات سكان ريف حلب لعيد الأضحى المبارك. في تلك الأثناء ودون سابق إنذار اختفى ولد المختار في ظروف غامضة، وأضحت المعلومات الواردة عنه شحيحة. لم يكن الخبر سارا بالنسبة للأسرة الصحفية الموريتانية التي كثيرا ما نظمت وقفات ومسيرات تضامنية طالبت فيها السلطات الموريتانية بضرورة التحرك من أجل التعجيل بإطلاق سراح إسحاق ولد المختار. ظلت السلطات الموريتانية تقول إنها تتابع عن كثب أخبار ولد المختار، وظل الصحفيون الموريتانيون يطوفون تارة بين البرلمان والقصر الرئاسي، وتارة يقفون أمام ما كانت تعرف بوزارة الاتصال، وتارة أمام نقابة الصحفيين، وتارة وتارة، دون أن يجدي ذلك حتى اللحظة في إطلاق سراح ولد المختار أو حتى معرفة أخبار دقيقة عنه. نحن إذن في إطار مسعى متواصل لإبراز قضية إسحاق المختار أنها قضية رأي عام وطني وقضية رأي عام دولي. إسحاق المختار نموذج للصحفي الموريتاني المرغوب بوسائل الإعلام العربية ووسائل الإعلام الأجنبية، وصحفي مهني، صحفي متمكن من اللغة، صحفي شجاع. إذن سلعتنا غالية لا نريد أن نفرط فيها. إذا فرطنا في إسحاق اليوم فهذا يعني أننا قد نفرط في
إسحاق آخر، كلهم إذن كلنا إسحاق في انتظار أن تتضح الصورة وفي انتظار أن يتحقق حلم إطلاق سراح إسحاق ود المختار وعودته إلى أهله ووطنه. تبقى صورته واسمه حاضرين في قلب كل صحفي موريتاني. فك الله وأسرى إسحاق ول المختار وعاده سالما إلى الأهل والأصدقاء والوطن. ناقشت حلقة اليوم برنامج المشهد على قناة المرابطون المساعي والجهود التضامنية التي واكبت قضية اختطاف الصحفي إسحاق ول المختار في الأراضي السورية خلال أيام عيد الأضحى المبارك من العام الماضي. ووصف رئيس اللجنة الموحدة للمتابعة والتنسيق في قضية إسحاق ول المختار الدكتور عبد الرحمن والحرمة جهود قناة سكاي نيوز العربية التي كان يعمل بها إسحاق بأنها دون المستوى، وأن القناة في اعتقادنا هذا القناعة التي حصلت لي شخصيا، لا أدري هل هي القناعة كل أعضاء اللجنة، أن الجهود التي بذلت غير كافية وغير جدية، وأن القناة لا تهتم بهذا الصحفي هذا المواطن الموريتاني الصحفي الذي يعمل لدى هذه القناة، لأن في اعتقادي أن للقناة من الإمكانيات المادية ومن العلاقات على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي لو أنها سخرت هذه الجهود من أجل تحرير إسحاق لا كان إسحاق فعلا قد عاد إلينا. لكننا مع كامل الأسف نحن نشكك في مدى جدية وفعالية الجهود التي تقوم بها قناة سكاي نيوز. فيما قال الراجل والبابا وهو أحد ممثلي أسرة إسحاق ول المختار في لجنة المتابعة والتنسيق أن دور الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني ظل مقتصرا فقط على التعاطف. نحن عندنا الأحزاب طبعا كلهم متعاطفون، هيئات المجتمع المدني كلها متعاطفة، لكن عندنا نريد كما عندما يكون هناك نشاط أنت تكون متعاطفة، لكن يجب عليك الحضور كي تؤكد تعاطفك. إذا لم تكن يعني ليس ذاك الوقت المناسب والكافي لك حاول تبعث أحد يمثل الهيئة التي أنت منها، بالتالي يكون حس النية وجدية أيضا في المواقف نفسه. وطبعا مع كل الهيئات الصحفية أنا أعتبر عنها كان عملها كان ممتاز جدا، أنها كانت متواجدة بجميع تشكلاتها موجودة في جميع الأوقات، وهذا طبعا شيء يشكر يذكر فيشكر الهيئات الصحفية كلها. يشكو سكان حي القمر الصناعي بالعاصمة نواكشوط نقصا وأحيانا انعدام على مستوى الخدمات الأساسية في الحياة اليومية، ويطالب سكان الحي الذين يقولون إنهم كثيرا ما احتجوا أمام القصر الرئاسي يطالبون الجهات المعنية بتوفير هذه الخدمات كي تتسنى لهم كرامة العيش في وطنهم. فريق قناة المرابطون زار الحي وأعاد تقرير التالي. حي القمر الصناعي وسط العاصمة نواكشوط تبصر معاناته وأوجاعه للوهلة الأولى، وكلما اقتربت تبدأ ملامح ذلك في الظهور، ملامح قد لا يكون أقلها بزوغا الفقر المدقع الذي تلتحف بلحافه مختلف مساكن الحي. فأعباء الحياة هنا جذمت على صدور الساكنة واستسلموا لها مكتفين بإطلاق نداءات علها تجد آذانا صاغية من طرف من يهمهم الأمر. طالبين أمي لأن الدولة أعطينا إناية ولأنها تحاول لأننا كانت تغيرنا من ذا الوضعية اللي نحن فيها. لا مواطنين تعدلنا ذاك اللي يعدل المواطنين اللي يعدل لنا، اللهم اللي ما مواطنين سوء لنا لا صاعتنا باللي هو حد اللي يود مواطن عنده حق في وطن، والله ما عنده حق في وطن اختاري ود قر جنبي والله في سيني قال الله كذا ود بعدك هو انسان لاجئ ما في وطن. احنا نكون ما لنا ساكنين ولا لنا اللي ما لنا ساكنين حد ما عنده قطعه ارض يسكنها ذات ات ملك له معناه انه ما فات ات مواطن. لم يسعف اطفال الحي هنا رداء البراءه الذي يرتدون، فنظراتهم تخفي غموضا للمستقبل الذي ينتظرهم وهم على بعد ايام قليله من الافتتاح المدرسي، ولا مدرسة بالحي. مصاعب يضاعف من حجم وقوعها غياب الصحة وندرة المياه وأشياء أخرى. وعندنا الضعفاء وضعفاء نحن من روسنا، ما فينا مدرسة هون قريب ولا فينا طب ولا عندنا الماء، والماء اللي جينا هون في الحمير بركتوا ب 500 و 600 ونهارات العيد بالفوقية واعر ومالح
ولا يشربون الشير ما قبضوا لي السهل. عندنا مبالكات هنا تياها ونين يخسروا وفوتوا زمن مع صالحوا وفوتوا زمن نحن فراقة بنا مال حمير. سمعتني نبقى نحل مشكلتنا. ورغم ذلك لا يفقد سكان هذا الحي الأمل في أن توصد أبواب الحاضر المؤلم وتتغير أوضاعهم نحو الأحسن، وفي انتظار أن تتحقق تلك الأماني وتتجسد واقعا يؤكدون أن لا بديل عن البقاء هنا. رياضيا، في هذه النشرة من المقرر أن ينطلق كأس البرلمان الموريتاني في 17 من شهر أكتوبر الجاري، وستتنافس على هذا الكأس الفرق الأربعة التي تتصدر ترتيب نسخة الدوري المنصرمة، وذلك بعد أن غاب عن الأنظار بالسنتين الماضيتين لأسباب لم يتم الكشف عنها حتى الآن. المزيد من التفاصيل نتابعه في سياق التقرير التالي. يعود كأس البرلمان للواجهة من جديد بعد أن عود الشارع الرياضي على الاختفاء دون سابق إنذار والظهور أيضا فجأة بدون حتى أي صافرة تحكيمية. كأس البرلمان انتظرته الجماهير الرياضية في النسخة القبل الماضية فغاب عن الأنظار، وترقبته عقب نسخة الدوري فلم يكن في موعده ولا في مكانه ولا بهيئته التي تميل للسياسة لونا أكثر من الرياضة شكلا ومضمونا، حتى أعلن النديم بعد ذلك تأجيل توزيع الكؤوس فاختفى عن الأنظار للمرة الثانية على التوالي ليعاود نفس المسار، لكن هذه المرة من باب التأكيد لا النفي. يوم 17 من الشهر الجاري ومن المقرر أن تصطدم فيه أربعة أندية من عيار الصفو، عميد أندية العاصمة الكسر وبطل الدوري في النسخة الماضية نادي أفسن وديبو، ووصيف الدوري نادي الكونكورد، وأخيرا نادي تفرق زين الطامح لرد الاعتبار وحجز مكانته بين كبار أندية الدوري الوطني الممتاز في كأس أقل ما يقال فيها أنها لا تبقى على حال ولا تحترم المواعيد، وتلك سنة أخرى من سنن فن الممكن واللا ممكن حين يتعلق الأمر بفن السياسة. بذلك مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة، وقد تابعتم فيها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة يناقش باجتماع عقده نشاطاته المستقبلية، ومصادر تتحدث عن تجديد هياته الداخلية قريبا. وزيرة التجارة والصناعة والسياحة تستعرض برامج الحكومة الموريتانية بمجال محاربة الفقر في روما. وفي الرياضة تابعتم كأس البرلمان الموريتاني لكرة القدم في 7 من الشهر الجاري حين تتعانق السياسة مع الرياضة. لكم تحياتنا، السلام عليكم ورحمة الله.